أهم أخبار اليوم في المختصر. أهلا بكم. تسجيل 28 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد أوميكرون في المغرب. أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 27 حالة جديدة مؤكدة بالمتحور أوميكرون، وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء 15 من دجنبر الجاري. وتتوزع الحالات بين 13 حالة بجهة الدار البيضاء ستات، و11 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأربع حالات في جهة فاس مكناس. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 46 حالة محتملة إصابتها وهي حالياً قيد التأكيد. مقترح قانون لتعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي بالمغرب. وضع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين مقترح قانون جديد يهم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر، منوها بأن وتيرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي أصبحت تعرف تزايدا مقلقا وتشكل مسا خطيرا بقرينة البراءة. بنك المغرب يرفع توقعات نمو الاقتصاد الوطني. قال بنك المغرب إن الاقتصاد الوطني سيحقق انتعاشاً بنسبة 6.7% نهاية السنة الجارية بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية والموسم الفلاحي الجيد. ائتلاف 490 يراسل وزير العدل لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب. دعا ائتلاف 490 المعروف بحركة خارجة عن القانون الحكومة إلى الإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيعرض على مجلس النواب، وذلك في إطار دعم النساء ضحايا العنف الجنسي وأخذ مطالب الشباب بعين الاعتبار. المغرب يحتل المركز 134 في تصنيف الحرية الإنسانية. احتل المغرب المرتبة 134 عالمياً من أصل 165 دولة في تصنيف حرية الإنسان لسنة 2021 بعد حصوله على تنقيط إجمالي بلغ 5.9. أوميكرون أصبح المتحور المهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية. المتحور الجديد بات يمثل أكثر من 73% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الثاني من شهر دجنبر، وفق ما أظهرت بيانات السلطات الصحية الأمريكية. وأكدت إدارة جو بايدن أنها لا تعتزم فرض إغلاق في مواجهة هذه الموجة الوبائية الجديدة لفيروس كورونا. نهاية المختصر. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.